ما حكم من يوعظ الناس في المقابر بعد دفن الميت؟ هذا لا أصل له، الموعظة في المقابر والخطابة في المقابر لا أصل له، إنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لسبب، وهو أن القبر لم ينتهي إعداده، فجلس وجلس الناس حوله فوعظه، فعله لسبب. أما إذا كان ما فيه سبب، القبر جاهز على طول يدفنونه، فلا حاجة إلى الموعظة، يدفنونه وإذا فرعوا من دفنه يقفون عليه ويدعون له ويستغفرون له ويكفي هذا والحمد لله.